سليمان اللي هو عمر سليمان طبعا ده كان راجل عظيم جدا، الله يرحمه. ليه بتتوقف عند لواء عمر سليمان تحديدا؟ شايفه لا انا كنت عاطفي معاه، راجل محترم، راجل محترم قوي 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 قوي، وكان دماغه تمر الاوضه دي. دماغه كان فز، بقول لك نتغلى مع 5 مخابرات وده سادس. أذنت لوفاة عمر جدا سليمان؟ جدا جدا لبقتل، أنت شايف عندك إحساس إنه عندي شك، إنه قتل، عندي شك إنه ما ماتش موتة طبيعية يعني. قطعا مات قهرا، قطعا. واحد رئيس مخابرات ينزل الشارع ولا بقى يتلطم ما بين عمر في السعوديه، وكانت الدنيا بتقلب عمر بيقدر يروح السعوديه، وبعدين راح يمر، وبعدين مش عارف ايه، تلقيم بعثاء بهواء. بالاضافه ان عندك شكوك في انه قتل، وتوجه هنا اصابع الاتهام لمين؟ اخوان، كل حاجه بسيطه، كل المصايب بين الاخوان. الاخوان يعني يصل بينا ان الاخوان يمكن ان يفعلوا ذلك. ما قتلوا السادات، وهو رئيس دولة، ده على اعتبار انه انت شايف انه السيد عمر سليمان لو كان خاض الانتخابات وقتها كان سيكتسح؟ مفيش كلام، بس هو ما كانش عارف. اتكلمت معاه قبل ما يموت يا استاذ حسين؟ مرة واحدة قلت له قلت له انا في السجن في اسبانيا.